السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة العراقية الإخبارية، وحلقة جديدة من برنامج ملعب العراقية. حلقة اليوم حلقة مهمة للغاية، تفاصيل مختلفة، قراءة في آخر المستجدات الرياضية، وكذلك لدينا متابعات مهمة. قبل ذلك دعوني أرحب بضيوفي الكرام، مكتشف النجوم والمدير الفني للفئات العمرية الأستاذ عصام الشيخ المدرب الكروي، حياك الله في ملعب العراقي. اهلا وسهلا بك استاذ قحطان وبالعراقيه بجمهوري العراقي الكرام. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بعملكم، وعملكم ما شاء الله يوم عن يوم دي يتقدم، يصير دي يلاقي فد صدى جمهور واسع. الله يحفظك، نتمنى لكم الموفقين. شهاده نحتز بها ان شاء الله بالتوفيق. ايضا معي اللاعب السابق لفريق نادي الشرطه القوى الجويه، وايضا مثل منتخبات الفئات العمريه، الكابتن حامد قاسم المدرب الحالي لفريق شباب الجيش، حياك الله في ملعب العراقيه. اهلا وسهلا بك وهذه استضافه، وان شاء الله تكون استضافه جميله ان شاء الله وفائده بها. حياكم الله. ايضا الكابتن الكبير عصام الشيخ. اشكرك. ايضا سينضم الينا فيما بعد الاستاذ سلام حسين مدير مركز الموهبه الرياضيه في محافظه واسط. نبدا المتابعات اليوم. وزير الشباب والرياضه عدنان درجال وجه باحاله ملف صرفيات اللجنه الاولمبيه العراقيه لعام 2019 الى طبعا الرقابه الماليه للتدقيق. هناك بعض الخروقات أو شبه الخروقات في الميزانية المدفوعة للجنة الأولمبية العراقية لعام 2019، بالتالي السيد عدنان درجال قدمها إلى الرقابة والتدقيق، وهذا أمر مهم أن يكون هناك رقابة وتدقيق، لأن اللجنة الأولمبية تضم بين طياتها الكثير من الاتحادات التابعة للجنة الأولمبية العراقية. وأيضا اليوم العراق لابد أن يراقب جميع الملفات المالية والتدقيق الإداري، لذلك هي خطوة مهمة من الكابتن عدنان درجال، وهو مراقبة المال المدفوع من قبل الدولة إلى الاتحادات وإلى اللجنة الأولمبية العراقية. أيضا المتابعة الثانية اليوم، مدرب فريق نادي نفط ميسان الكابتن أحمد دحام قرر الاعتذار وعدم الاستثمار والاستمارة مع فريق نادي نفط ميسان، حيث أعلن نادي نفط ميسان عدم توصله للاتفاق مع مدرب الفريق أحمد دحام، مما دفع الإدارة لفض الارتباط بينهما وديا والبحث عن مدرب بديل. المشرف على الكرة في نفط ميسان أحمد سالم أكد أن الإدارة ستدرس عدة خيارات، سيكون من بينها المدرب ثائر جسام، حيث ستبدأ المفاوضات بشكل رسمي للتعاقد مع بديل، والمرشح القوي هو الكابتن ثائر جسام. حكمان عراقيان من قبل الاتحاد الآسيوي تم تكليفهما اليوم لطبعا بطولة دوري أبطال آسيا في الدوحة، حيث أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسمية الحكمين العراقيين مهند قاسم وعلي صباح ضمن الطواقم التحكيمية لدوري أبطال آسيا بنظام التجمع لفرق غرب القارة في الدوحة القطرية. ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على دولة قطر لاستضافة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا بعدما توقفت المسابقة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. من كرة القدم إلى كرة السلة، حيث قررت رابطة السلة العراقية اليوم تسمية السيد قتيبة عبد الله رئيسا لتلك الرابطة، الرابطة الجديدة لكرة السلة، حيث أعلنت رابطة لاعبي كرة السلة في العراق تسمية اللاعب قتيبة عبد الله رئيسا للرابطة. وذكر بيان للرابطة أن لاعبي السلة انتخبوا قتيبة عبد الله رئيسا وعلي عامر نائبا وحسين الساعدي عضوا وناطقا اعلاميا باسم الرابطه. تجدر الاشاره الى ان اهداف الرابطه هي ايصال صوت لاعبي كره السله بخصوص الدعم الحكومي والبنى التحتيه والظلم الاعلامي الذي يتعرض له اللاعبين وعدم تسليط الضوء عليهم. في
في متابعات بشكل سريع. وأيضا اليوم طبعا وصل أيضا الكتاب التأكيد لمشاركة العراق في دوري أبطال العرب وكذلك كأس العرب التي ستقام في العام المقبل في دولة قطر، والجوائز المالية ستصل إلى 25 مليون دولار وهي جوائز كبيرة للغاية. صاحب المركز الأول سيحصل على 5 مليون دولار وصاحب المركز الثاني على 3 مليون دولار، والمشاركين الآخرين هناك جوائز كبيرة جدا. ولأول مرة الفيفا سيشرف على هذه البطولة بشكل رسمي وهي استعداد لبطولة كأس العالم في قطر. بعد هذه المتابعات بشكل سريع في حلقة الليلة ندخل في محور اليوم عن الفئات العمرية، حيث تعتبر الفئات العمرية واحدة من الروافد المهمة لدعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، لذا أن الطفل أو الناشئ هو المشروع المستقبلي لأي لعبة كانت بما فيها كرة القدم التي أصبحت صناعة واستثمار. ومن هنا يجب أن يكون الإعداد السليم والذي يفترض أن يبدأ من سن 10 أعوام كونه المدخل الصحيح إلى بناء أساسي وقوي ومتين للمستقبل، مما يؤمن ازدهار نواحي متعددة لأي مجال كان، وعليها يتم وضع استراتيجية بعيدة أو طويلة الأمد لكي يمكن أن يكون التفكير بالمستقبل، لأنه دائما هو ضمان نجاح لأي مشروع. يجب أن يكون التخطيط فيه ممنهجا وبصورة صحيحة تخدم المسار الذي يبدأ به من خلال العمل الجاد في تلك الفئات. لذلك الليلة سنناقش الفئات العمرية وسبل تطويرها في لعبة كرة القدم وكيفية استثمار المواهب ومحاور مهمة في هذا الجانب، ومنها دور الفئات العمرية المقبل الذي أقر من قبل الهيئة التطبيعية. مرة أخرى أرحب بضيوفي الكرام أستاذ عصام الشيخ والكابتن حامد قاسم. أستاذ عصام، من حيث التنويه الفئات العمرية وما لها من يعني أهمية، كيف نطور الفئات العمرية في العراق وكيف ترى عمل الفئات العمرية وأنت عمر طويل مع الفئات العمرية قضيته وأجيال كثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أني بدايتي أنه بداية الفئات العمرية. أني أول مدرب شباب دربت بطولة أندية القطر بديتها أني. فبدايتي يعني بداية الفئات العمرية بالاتحاد العراقي لكرة القدم والعراق. إحنا أني هواي حاكي يعني باللقاءات وكان، بس ماكو إذن صاغية مع الأسف. يعني انا اتمنى هسه منك انت تفضلت قلت الهيئه التطبيعيه حكت على الفئات العمريه ولا فد شيء، شنو اللي يعني الهيئه التطبيعيه شنو اللي سووه للفئات العمريه؟ شنو اللي جابوا؟ يعني جابوا احد من المدربين اللي دربوا الفئات العمريه هاي السنين كلها؟ جابوه خلوه باللجنه اللي اذا هم مسوين لجنه؟ ما اعرف انا. يعني اني اتصلوا بي وقالوا على اساس الكشافين، وهاي يعني احنا الكشافين اللي معروفين اللي بالعراق، يعني كاظم فليح وعصام الشيخ وعادل عبد القادر هادي الجنابي، هذول اللي اشتغلوا ويا الفئات العمريه الحقيقيه. انه اكو بعض المدربين ما اشتغلوا ويا الفئات العمريه اللي مشاركه بالاتحاد، فرقهم مشاركه بالاتحاد. يعني مثلا اذا مدرب تربيات مدربين فد شيء صاروا بالهيئات التطبيعيه، ما اعرف. يعني عندكم معرفه عن الهيئه التطبيعيه شنو اللجنه اللي سوتها على الفئات العمريه؟ لو ما عندكم ما اعرف. السيد العزاوي موجود وهو من الكشافين. داود العزاوي، استاذ داود العزاوي درب التربيات. يعني ما عنده يعني معلومه انه على فرق الانديه يعني. يعني احنا كان حامد قاسم دا يشتغل ويا الشباب الجيش، عندهم معلومه على الفئات على الفرق الشباب اللي يلعبوا وياهم، مثلا النفط، القوه الجويه. عنده معلومه، بس انه بالتربيه ويام التربيه منتخب تربيه يطلع هسه. يعني انت تقول ان بدايه الهيئه التطبيعيه هي بدايه غير صحيحه لانهم لم يعتمدوا على المدربين اللي هم اصلا بالفئات العمريه اللي اساسها بالانديه.
كاب راح نتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل. كابتن حامد، ما هي اسس تطوير الفئات العمريه؟ والله هو هاي المساله هي اصعب شيء، هي الفئات العمريه. يعني احنا لازم نتكلم بهذا الموضوع. احنا مع الاسف ماكو تخطيط. يعني هسه احنا هذا الدوري الفات والقبله، يعني هذا الدوري ما صار، تدري على مود المظاهرات وبعدين جتنا هاي الوباء فما صار دوري. اما الدوري القبله فنشوف احنا مثلا هنا لجنه المسابقات ولجنه الانضباط، يعني عمليا ما اشتغل صحيح. يعني عانينا نلعب مباراه وننتظر مثلا اعتراضات تصير ويتاجل الدوري. يعني كل مباراه نلعبها ورا شهرين نلعب المباراه الثانيه. هاي عانينا منها بشكل مو طبيعي. بسبب هناك التزوير كثير. تزوير مو هو المشكلة. أكثر من ألف لاعب. المشكلة أنت، المشكلة ليش ما فحصت اللاعبين؟ أنتم أيضا تتحملون المسؤولية. أنا أتحدث عن الإدارات والمدربين. صح. يقول لك اليوم المدرب إذا جايب له 20 لاعب تزوير تعال شو أسوي؟ أنا بالنسبة لي أتحدى أكبر شخص، أنا بالنسبة لي ما عندي أي لاعب تزوير، لأن أنا بالنسبة لي أشوف اللاعب. أنا شنو عملي؟ أنا عملي أطور اللاعب. أنا هذا هو هاي ثمرتي، مو أفكر بالنتائج. ترى الفئات، ولذلك سالتك كيفيه او اسس تطوير الفئات. هو بقت على الانديه، احنا لازم يكون حل جذري. يعني مو بس كل الانديه يصير اتفاق. مثلا انت هسه عندك اكو انديه يعني بس اسمه نادي، من يوصل مثلا هو ما عنده فئات عمريه، من توصل الدوري اجى زج له فريق بين هو هذا يلعب له يشارك بمكانه. فهاي احنا قاعدين نعاني وياها. ومساله التزوير يعني هاي افريد بس نخلص من يدها. هاي انت ناويك شلون راح تطور كره القدم؟ انت اذا عندك بناء صحيح ومواليد صحيح، انا قاعد اشوف اللاعب المواليده مضبوطه حتى تبوا عليه يعني يصعد بالتمرين، يعني ياخذ يستفاد. اذهب الى محافظه واسط ايضا، ينضم لنا الاستاذ سلام حسين مدير مركز الموهبه الرياضيه في محافظة واصل. استاذ سلام حياك الله في ملعب العراقية، واليوم الموضوع عن الفئات العمرية وسبل تطويرها وسبل الارتقاء بها. ما هو طبيعة عملكم أنتم في مركز الموهبة هناك، وهو أحد المراكز التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة؟ قبل كل شيء تحية لحضرتك والأخوة الضيوف، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نخدم شبابنا ورياضينا إن شاء الله. بالنسبة للموهوبين الرياضيين، هذا المشروع هو أصلا مشروع وضعته وزارة الشباب والرياضة عام 2013 على عهد الوزير السابق جاسم محمد جعفر، وبإشراف وتنفيذ الدكتور حسن الحسناوي هو الرائد الأول لهذا المشروع، أسأل الله أن يوفقه. ثم تلاه أخونا الدكتور علاء عبد القادر، وحاليا السيد طالب جابر الموسوي، أسأل الله أن يحفظهم. الموهبة الرياضية هو مشروع بناء رياضة على أسس علمية تبتدئ من البراعم وتنتهي بالمحترفين، فهذا مشروع كبير الحمد لله. يعني احنا كمحافظة ماشيين بهذا المشروع منذ عام 2013 ولحد الآن، وخرجنا عديد من اللاعبين في مختلف الألعاب إلى المنتخبات الوطنية لفئات البراعم والأشبال والناشئين. من وجهة نظري ومن وجهة نظر كل واحد مشتغل بالرياضة، أنه لا رياضة مستقرة ما لم تكن هناك قواعد. القواعد تنطلق من الفئات العمرية وتبتدئ من فئة البراعم. يعني في الوقت الحاضر، وخصوصا بعد أن توقف دور الشباب ودور الفئات العمرية في الأندية، تضررت الرياضة العراقية كثيرا. لذلك يجب أن يعاد النظر بهذا الموضوع، ويجب وضع قوانين وضوابط ويعني اتفاقات مع الأخوة في الهيئات الإدارية للأندية العراقية بمختلف تصانيف الأندية، يعني أولى ثانية ثالثة، لكي نؤسس لقاعدة صحيحة. في واسط هناك سبع مدارس للموهوبين الرياضيين. هذه المدارس تعمل. العمل الأول اللي احنا واجبنا هو الكشف عن الموهوب. الكشف عن الموهوب يتم من خلال عندنا مشرفين رياضيين وعندنا مختصين، التنسيق مع المدارس بالذات المدارس الابتدائيه والمتوسطه، لان هي ضمن السقف، ضمن الرينج الزمني يعني اللي احنا نعمل عليه. عمليه الكشف عن الموهوب اول عمليه، ثم تبتدي عمليه صقل هذا الموهوب من خلال التدريب في مراكز الموهبه الرياضيه التابعه موجوده في كل المحافظات باستثناء محافظات اقليم كردستان. حاليا هناك تنسيق، وخصوصا بعد مجيء اخونا الكابتن عدنان درجال شكلت لجنه، وهذه اللجنه لجنه مركزيه. واجب هذه اللجنه هي تشخيص
تشخيص معوقات هذا البرنامج وسبل النهوض بها. والحمد لله اللجنة أيضا عادت برئاسة الدكتور حسن الحسناوي وعضوية السيد طالب جابر الموسوي وأخوة آخرين من المختصين. نأمل أن هذه اللجنة يعني تقدم في القريب العاجل برنامج كامل وتشيك، بالواقع هو تشيك لعمل المراكز والإبقاء على ما يستحق أن يبقى وإلغاء بقية المراكز اللي ما تتوفر بها الشروط. أكرر وأقول أسأل الله أن يوفق القائمين على الرياضة العراقية لأن يعيدوا النظر بموضوع الفئات العمرية. لا رياضة ما لم توجد هناك قاعدة. إذا لنفترض أخذنا كأس العالم لنفترض، وبعدها بالدورة الأخرى كيف من اللي يأخذ الكأس إذا ما كانت هناك قاعدة تعمل على أسس علمية؟ طيب. مشروع رعاية الموهبة الرياضية هو الأمل الذي نعلق عليه إن شاء الله أوسمة أولمبية إن شاء الله بالقريب العاجل. طيب أستاذ عصام، كيف ترى عمل المدارس ومراكز الموهبة؟ تطرق قال من يريد أستاذ السلام نريد أن ينظر إلى المستقبل عليه أن يطور مراكز الموهبة يحتني بهم. بالنسبة لمراكز الموهبة تفضل الأستاذ سلام يقول بالنسبة يعتمد المدارس الابتدائية والهذا هو أكو يعني أكو مثلا بطولة تصير مال التربيات مال المدارس هسه ماكو صار كذا من السنين ماكو صحيح. بطولة التربيات شلون راح يطلعون هاي راح تبقى ورا شطارة مثلا العاملين المدربين اللي الستاف بالمدارس هم يستنقون من الفرق الشعب. هي شلون المواهب شلون تنكشف؟ من نشوف اكو دوري يعني انت شلون تكشف المواهب؟ من اكو دوري مستمر دوري بالنسبة للمدارس هسه الاكاديميات اللي موجودة المنتشرة بالعراق كلية انا اشوف ماكو يعني مواهب تطلع ديش المواهب ماكو مواهب؟ ماكو هسه يعني انت ما تطلع هسه ما عندك مواهب، يعني قبل من كان اكو دوري. دائما يقول لك العراق هو بلد مليء بلاد لكن ولاد انا وياك على عيني وعلى راسي. قبل شوف هسه انت لو شوي ترجع للخلف من اكو كانت بطوله دوري شباب وناشئين واشبال راح اللاعب يتدرج من اشبال للناشئين للشباب. شباب طلعوا عندنا نجوم صاروا. نجوم الهسه احنا ما عندنا نجوم هسه ما عندنا نجوم يعني انت لو تسترجع لي ورا 2007 حد 2007 كانوا اكو نجوم مثل يونس محمود نور صبري علي رحيمه كرار قصي منير نشأت اكرم كلهم تشوفهم كلهم نجوم هسه بعد بعد 2007 من توقف الدوري الشباب وصار الدوري مختصر يعني على بس شلون نقول منطقة بغداد مثل ما تفضل الكابتن خالد يقول حتى اللعبات اللاعب شلون يتدرج إلى ما أكو لعبات رسمية بكثرة يعني أقل شيء 40 مباراة بالدوري يلا هذا يقدر يروح مثلا يلعب منتخب شباب لان لاعب لعباته رسميه. بس استاذ عصام قبل حتى في السبعينيات احنا نسمع وحتى بالثمانينات يقول لك حتى كان من عم وبابا الله يرحمه مدربين الاخرين كانوا يروحون حتى للفرق الشعبيه يجذبهم لاعبين بالفرق الشعبيه ويجلبونهم للانديه يعني اليوم افتقدنا يعني انا هسه تاكيد لحكايتك احنا مره كانت عندنا مباراه الزوراء والنفط ملعب الشعب الثاني قبل لا يصير هسه تارتان وهاي عمو بابا كان واقف انا اتذكر جاسم سؤالي كان عندنا بعده بالشباب سوى جول فاول يعني ذهل عمو بابا وراها دفعه يعني استدعى راح لعب الدوري الممتاز مره بالزوراء عدنان حمد نوجه له التحيه هم قاعد وتتفرج على احمد كاظم وقصي شافهم لاعبين يعني لاعبين موهوبين يعني فكانوا يتابعون الفرق وهسه اكو يتابعون هسه ما شفت انا هسه حتى مدربيننا مع احتراماتي لهم يعني ما عندهم مجازفه للاعب الشاب يعني ما شفت انا مدرب هسه يجيب لاعب شاب ويجيبه ويلعبه بالفريق الاول كل المدربين يريدون لاعبين جاهزين يعني ماكو مدرب ما ادري راحت من عندهم هاي الفكره
ما يعتمدون على اللاعبين الشباب. كابتن حامد المسألة اليوم حسب أستاذ عصام، أستاذ عصام ضليع لأنه من مدربين القلائل اللي بدأوا بالتدريب وهو بعمر 23 سنة بدأ تدريب الفئات العمرية وخرج العديد من الأجيال. السبب أيضا بيكم ما تبحثون عن النجوم، ما تبحثون عن الأسماء، ما تبحثون عن المواهب، وأيضا عملكم البعض يشكل على المدربين أنه مدربي الفئات العمرية هم مجرد إسقاط فرض، لذلك بعض من الدخلاء دخلوا بالفئات العمرية. صحيح أستاذ قحطان، إحنا هي المشكلة بالأندية، يعني أكو أندية يعني ما تبحث على اسم أو لاعب أو، وقلت لك هي المشكلة أكو قبل فترة يعني أكو لاعبين أسماء يعانون يقولوا إحنا ما يقدر يشتغل بالفئات العمرية لأن ما بيها دعم. انت من يسوي دعم؟ هي لازم تخطيط. انا ليش قلت لك من البدايه؟ قلت لك هاي المساله يراد لها تخطيط، يراد لها تخطيط دوله مو بس اتحاد كره القدم. يعني منشات مو عندنا، احنا كان هسه الكابتن يقول كنا بالفرق الشعبيه، الفرق الشعبيه كانت ساحات اكو موجوده، هسه ماكو ساحات. يعني ساحه كره قدم 11 ماكو مفتوحه. هسه مجرد هسه اللاعب بيجينا نعاني نشوفه يفتر بمكانه. يعني لازم نقول نشتغل وياه من الصفر. يعني انا يجيني لاعب شاب ابدا وياه كانما هو اشبال او برام. اشتغل وياه. احنا قاعدين نعاني، يعني انا اول مره اشوف مساله الفئات العمريه صعبه، العمل بها صعب. يعني قلت لك قبل كان احنا كنا قبل نجيب فرق شعبيه نجي جاهزين. ما هي الاسس التي تتعاملون مع هذه الفئه؟ لان الفئه اليوم انت تدربها 16 17 سنه، مساله يحتاج التغذيه، مساله الدراسه، كيف توازنون؟ واللاعب اليوم مزاجه مختلف، مزاج 1990 يختلف عن مزاج 2000 و2010 و2020. تربيتهم غير تربيه كانت قاعد نعاني باي كانت التربيه حلوه، يعني قبل انه تقدر اللاعب تحكي يعني ترى مر علي تم دربه مر علي تذكرت يعني اعيد الذاكره مر علي قبل اللاعب من تباوع عليه وتصيح عليه يصيح لك كانما ابوه الثاني انت. صحيح. هسه مع الاسف يعني مو اكو لاعبين مؤدبين واكو اخلاق ومربعين، بس الاغلبيه ملتهين، يعني جقاير، نارجيله، سهر، هذا فهذا سببها انه احنا ما تطالع عندنا نجوم. يعني احنا من قبل فتره قصيره منتخب ناشئين، يعني اللي كان قبل يعني قحطان كثير الله يذكره بالخير التحيه، كان عنده بالناشئين ناشئين لاعبين موهوبين بس ما تدرجوا ما بقوا يستمرون على نفس المستوى انقطع ويزيد انقطع حبل التواصل انقطع. ليش؟ سببه هو اللاعبين نفسهم مو المدربين. لاعب طموحه محدود ما ينتبه الاكثر. وشيء ثاني تفضلت على الاسس، اهم شيء الانديه، الانديه لازم تكون هي مهتمه. ولذلك كابتن حامد قال لك كابتن حامد يتم اختيار المدرب ضروري. انتم في نادي مثلا الجيش نادي مؤسساتي بصراحه كابتن اكو دعم للفئات مثل والله انا احكي لا انا احكي بصراحه يعني امام الله سبحانه وتعالى اكو دعم نادي الجيش، يعني الفئات العمريه عندنا ناشئين، عندنا اشبال وعندنا شباب، يعني دعم غير محدود يعني. يعني قلت لك وحتى يمكن الانديه قليله، احنا من ضمن الانديه القليله حتى ننطي مخصصات. يعني حتى هاي الفتره هسه جانا حتى كورونا ما انقطعت. انا سمعت يمكن انتم من الفرق القليله اللي يمنحون يعني مبلغ شهري للاعبين. صحيح. اي هسه وهذا انا اللي اعرفه اكو ياخذون من اللاعبين. صحيح. بس انشالت هاي مال المخصصات من اللاعبين. نادي الجيش موجود انشالت. هي هذا من الشيء الزين يعني اكو انديه. طيب اروح الى استاذ سلام في محافظه واسط. استاذ سلام، 7 مراكز في محافظه واسط، كم عدد المشاركين؟ ما هي الاطر المستقبليه لتطوير هذا العمل؟ ما الذي ينقص تلك المراكز لتطويرها في المستقبل القريب؟ طبعا اشكرك على هذا السؤال لان هو راح يسلط الضوء على مشروع الموهبه في واسط وقد يكون صوره لبقيه المحافظات. مشروع الموهبه الرياضيه لا يقتصر على لعبه كره القدم فقط، مع انه اللعبه الاولى يعني الشعبيه بالعالم، لكن الحمد لله هناك نظره متوازنه لبقيه الالعاب. مثلا احنا في واسط عندنا إضافة إلى مدرسة كرة القدم عندنا مدرستين برفع الأثقال، لكون محافظة واسط معروفة أبطال آسيا ويعني أبطال
معروفين على مستوى العراق من قضاء بدرة ومن النعمانية. عندنا مدرستين للأثقال، وهناك مدرسة للملاكمة ومدرسة للتايكواندو ومدرسة لتنس الطاولة ومدرسة لكرة اليد. هذه المدارس تعمل وفق أسس علمية، كلمة علمية نضع تحتها خط، لأنه يعني الموضوع مو موضوع مثل مركز الشباب يجي أي لاعب يقضي وقت فراغه. فصل لي إياها أستاذ باختصار، فصل لي إياها علميا ماذا تقصد؟ أولا المواصفات الفنية لازم تكون بالناحية البدنية المهارية وحتى العقلية. يعني اللاعب ما نختاره هيك عشوائيا، تنسيق مع المدارس مع النشاط المدرسي، قسم النشاط المدرسي بالكوت مشكورين يعني يقيمون بطولات. أنا استغرب تقولون ماكو، يعني سمعت من أحد الأخوة يقول ماكو بطولات، قد يكون ماكو بطولات يقصد على مستوى العراق. أما في محافظة واسط هناك بطولات المدارس الابتدائية في مختلف الألعاب، وإحنا نكون يعني كل الكشافين اللي عندنا المشرفين يحضرون مثلا مباراة القدم، يحضرها المسؤول عن لعبة كرة القدم، يقعد يعاين يشوف المدارس بأكملها إلى أن يضع النظرة على واحد من اللاعبين. فهناك أيضا تشيك صحي لهذا اللاعب. نبتدي بأول قضية هي الكشف عنه، بعدين ينضم إلى مدارسنا تبتدي عليه البرامج. هناك برامج تعد مركزيا من قبل وزارة الشباب والرياضة، مختصين في دائرة التربية البدنية والرياضة، ومختصين في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، قسم المركز الوطني اللي هو يعتبر الأم لكل المراكز الوطنية بالمحافظات، يعد برنامج لكل لعبة برنامج تدريبي. بعدين يجي دور المدرب الاختصاص بالمحافظات. المدرب الاختصاص بالمحافظات هو حر، لكن شنو ضمن الإطار العام الموضوع من قبل القسم المركز الوطني في بغداد، يبتدي تدريب اللاعب على هذه الأسس. طبعا هذه الأسس يعني هي ليست كما يحصل لمدربي، مع احترامي لهم بعض الفرق مدربي الفرق الشعبية بعض منهم لا متفوق، لا، وإنما يعني يوضع على حسابات لياقة بدنية ومهارة وقوة، ويعني هذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار. بعدين يصير عندنا فد عدد، مثلا في كرة القدم اجانا كابتن عباس عليوي اوجه له تحية، لاعب ايضا عراقي معروف، اجانا فترة حوالي 6 شهور. خلال هذه 6 شهور يعني انفتح الباب لكل من يريد يجي، يعني كانت دعوة عامة مو دعوة كشافين، لا، لانه كان الوقت حرج ولازم نضع اسس لفريق كرة القدم بالذات. فدعا اكثر من 500 لاعب، اشتغل عليهم الرجل هو ومجموعه ويا عبد الكريم غربيل وصادق العابدي واخوه كثيرين مدربين حماة الهدف. فيعني التشيك من ال 500 الى ان صفينا على ثلاث فرق، ثلاث فئات عمريه اللي هي البراعم والاشبال والناشئين، لكل فريق 25 لاعب. حاليا عندنا 75 لاعب كرة قدم بهذه الفئات الثلاثة، هذول اللي وقع عليهم الاختيار. جيد. بهذه الفترة اللي هي جائحة كورونا وتوصية يعني اللجان أنه ما يصير تقارب ويعني توقفت الأنشطة، مع ذلك صدرنا توجيه من قبل الكابتن وزير الشباب عدنان درجال من خلال السيد طالب الموسوي، شرعنا إلى التدريب الإلكتروني، يعني تجرى وحدات تدريبية أو محاضرات توعوية يعني لتدريب اللاعبين والتواصل معهم وهم في البيوت، لكون هاي الفترة الانقطاع تتعرفون يعني اللاعب إذا ينقطع عن التدريب العملي المباشر وماكو توجيه وماكو تواصل، فهذا يأثر على لياقة البدنية، يأثر على حتى مرونته. طيب. يعني العضلات التكلس هواي أمور تصير. نعم. طيب، هذه مشاريع جيدة وعملكم عمل ممتاز، وواضح من كلامكم أن هناك تحركات جميلة على جميع الألعاب. أعود إلى الأستاذ عصام الشيخ. أستاذ عصام، طرح قبل أسابيع وزير الشباب والرياضة مشروع لتطوير الفئات العمرية، وما الذي ينقص الفئات العمرية حتى أطرح مشروع؟ هل هو فقط مشروع أن يكون شكليا أم مشروع واقعيا يعني يكون يلامس الواقع؟ المفروض هيك مشروع يصير به دعم ومعلن، يعني إجبار الأندية، إجبار الاتحاد، إجبار الوزارة، دعم للفئات العمرية. يعني انه الدعم شنو؟ انت ابن الفئات العمريه، اريد اعرف الدعم. اول شيء تعرف هسه الوضعيه من المخصصات وانت نازل، التجهيزات، النقل، اللاعبين،
تغذية. هو مع كل هاي كل الأشياء هاي أنت من اعطيته مخصصات ونقلته التغذية، نقول التغذية يعني حتى إلى أن تتحسن الأمور وتصير زينة وصير الاتحاد مثلا والأندية صار عندهم فلوس، ذاك الوقت التغذية تدخل. أنت هسه أنت لا تريد من عندهم كل مثل ما الشيء التوب. أنت هسه شيء أبجديات، أبجديات اللي واقعة حتى تقدر أنت تنهض بهم. بس أيضا أستاذ لازم المدرب، وهذا السؤال أيضا همين مشترك مع الكابتن حسام، هو أيضا لازم المدرب بالفئات العمرية أن يضع بالتعاون مع مدرب اللياقة والطبيب النادي أن يضع جدولا غذائيا للاعب الفئات العمرية لأنه لاعب صغير. شوف كابتن قحطان مرخصة أستاذ حاتم، أنا بال 76 77 يتذكرون يعني ولدي اللي كانوا موجودين شاكر محمود كريم هادي صادق جبر، ذولي كانوا وياي بشباب الشرطة أول سنة دوري شباب، كنت أسوي لهم حليب ورد التمرين نجمع من اللاعبين مبلغ وأني أزيد عليه، مو المركز مركز شباب كنا أشتري حليب وأسوي لهم إياه ويشربون كل واحد حليب لأن كانت الساحة ترابية. يتذكرون هسه الولد ما شاء الله وصلوا منتخبات وصلوا مدربين منتخب وطني شاكر محمود مساعد مدرب منتخب وطني وهذا وصلوا إلى مراحل كبيرة. من ذاك الوقت أنا كنت أسوي لهم تغذية وراها وزارة الشباب يعني هم اجت تغذية كملت ظلت يدزون تمر ويدزون حليب وهذا هاي زينة وراها انقطعت مع انه كانت اكو فلوس واكو كل شيء بس ما يفكرون. احنا اهتمام ماكو بالفئات العمريه على كافه المسؤولين على المشروع. ما جاوبتني هو المشروع هذا، اذا المشروع هذا اذا استاذ عدنان درجال يامرهم ويخلي امكانيات يعني الزام الانديه الزام لازم الزام الزام الزام. شلون الزمتهم الهيئه التطبيعيه؟ لازم دور الشباب دور الشباب الناشئين والاشبال بطوله يعني هسه يعني الزموهم وشنو يعني راح يندفع لهم مخصصات اللاعبين الشباب راح يعطوهم نقل. يقول لك مثلا نادي الجيش انا قاعد يدخل كابتن حامد كل الانديه كابتن حامد اسالك ذات السؤال، انتم كمدربين انت مدرب عندك استراتيجيه مو فقط تدريبيه فنيه، انت اللاعب اليوم هو سلاحك، وضحتم جانب التغذيه مع طبيب الفريق، انا لا اقول طبيب النادي لان الفريق مستحيل الفئات العمريه عندهم طبيب بشكل عام، هل وضحتم مع مختص بالتغذيه انه بالنسبه لنا تعرف وقت نوم احنا عندنا مدرب نصيبه. عندنا مدرب لياقه وتغذيه مسؤول تغذيه عندكم؟ اي والله عندنا موجود. حلو يعني شنو دائما اللاعبين يقولوا مش تحتاج ودائما يعني فحص اللاعبين يعرف هذا شنو المحتاج اللاعب شو وقت ينام اي هاي لازم يسوي. بس هي المشكله انت لازم البيت همين مو بس انت احنا مرات نوصل نقول له لا تسهر بس لازم همين إيه انت نتواصل ويا اولياء الامور نتواصل يوم شو يعني نتواصل يوم لازم ضروري انت لازم هذا عمل مكمل لك انت هذا بس احنا شنو احنا مرات احنا نقول هي التطبيعيه نريد كون نتمنى ما يصير نفس الخطا. احنا هسه شكرك بان انت سلطت الضوء على الفئات العمريه لان احنا مهمشين بصراحه. احنا شنو نريد الاخطاء اللي وقعوا بها سابقا شنو الاخطاء اللي يتلافونها اللي حصلت الاخطاء ممكن. صارت مثلا انت هسه الدوري الممتاز هم قاعدين يلعبون بس مجرد بغداد يعني الدولة ما عندهم امكانيه يلعبون مثلا الميناء ما يجون الشباب ما عندهم يلعبون لا انا هسه كانت ضيف شامل كامل قال كل المشاركين بالدوري الممتاز سيشاركون اجباري هذا 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 يكون لان هاي كل ما لاعب قال الكابتن كل ما اللاعب يلعب مباريات هذا يعني هذا يكون جاهز كل ما يلعب مباريات اكثر والمباريات راح تكون قبل المباريات الكبار اي هاي ترجع مثل اول هذا صحيح هذا صحيح. هاي اول دوري من بدا الاتحاد الفرق الشباب تلعب قبل الاول هو رجع راح يرجع نفسه هذا 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 ممتاز استاذ سلام على جانب الجانب التغذيه جانب مهم انتم ايضا للمواهب هل هناك تدفع اموال مثلا لاعب موهوب في احد الالعاب ليس كره القدم بالاذخال ونعرف محافظه واسط يعني خرجت ابطال بالعالم واسيا والعراق هل هناك محفزات للاعبين هل هناك تغذيه هل هناك امور
أخرى، مثلا الاهتمام بالجانب الدراسي، الاهتمام بالجانب العلمي للاعب؟ بالمناسبة المشروع بدأ بداية محترمة وموفقة عام 2013 وحتى عام 2014، لكن بعد أن يعني دخول داعش الإرهابية الإجرامية على العراق ويعني تزلزل الوضع الاقتصادي للبلد، هذا أثر طبيعة الحال على كل الحياة العامة وبما فيها وزارة الشباب والرياضة وبرامجها. بصراحة كانت في البداية يعني تصرف مخصصات للتغذية الصحيحة وللنقل وأجور مدربين والكثير من القضايا اللي هي أنا قلت عليها بالبداية، الأسس العلمية اللي يستند عليها المشروع. يعني التغذية واحدة من العوامل الأساسية في بناء أي لاعب. يعني مثلا تغذية لاعب الأثقال تختلف عن تغذية لاعب الجمباز، هذا يريد بروتينات وكذا أبو الأثقال، وهذا يريد أن يجفف عضلة وقوة. فهو نعرف إحنا الأغذية كل واحد بيفد ميزة، هذه الله أودع يعني بالتغذية من حكم الله سبحانه وتعالى. أما بعد أن صارت هذه الأمور يعني تقننت الصرفيات كثيرا، وهذا لا يعني أنه هناك تقصير، لا، إحنا الكل يدرك أنه الدولة كلها تأثرت والاقتصاد الضعضع حاليا في الوقت الحاضر. في سبيل يعني نكون متفائلين، بعد أن أوعز معالي الوزير الدكتور الكابتن عدنان بتشكيل اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسن الحسناوي وعضوية أخونا مدير عام شؤون الأقاليم سيد طالب الموسوي، يعني هناك وضعت مخصصات حسب ما افتهمنا مخصصات للعودة إلى نظام التغذية للاعبين، لكون التغذية هي اللي تنطي الطاقة والطاقة هي اللي تحرك الرياضي. فإذا إحنا نريد نأسس، وهذا حتى لازم يصير على مستوى الأندية، يعني الأندية العراقية رغم تعاني من أزمة كبيرة، يعني مخصصات ماكو، ضروري جدا انه المدرب يلح على الهيئات الاداريه انه تتوفر هسه على الاقل خلال الريس، يعني بالتدريب يصير بها فد امور تتقدم، مكملات غذائيه او اي شيء من هالقبيل. يعني احنا ان شاء الله موعودين بانه سيتم تخصيص اجور نقل وتغذيه للاعبين واجور للمدربين، وهذا بالواقع هو راح يكون الاساس في انطلاق المشروع من جديد انطلاقه ثانيه، لكي يعني نؤدي واجبنا ان شاء الله ونخرج لاعبين تؤمن مستقبل رياضه عراقيه على ما يعني لا يعني مو اكثر من 5 سنوات ان شاء الله راح نلمس نتائج هذه المراكز. بالمناسبة إذا تسأل أي اتحاد هسه حاليا تلقي أثر للاعبي مراكز الموهبة الرياضية موجودة به، يعني أنا بواسط وبالبصرة والحلة كل واحد رفد المنتخبات بمختلف الفئات بلاعبين من الموهبة الرياضية مع وجود هذا يعني يعني هذا القصور اللي حاليا يعاني منه عند البلد. استاذ عصام، كيف نعشق هذه التجربه مراكز الموهبه والانديه لمصلحه الكره العراقيه ومصلحه الرياضه بشكل عام؟ يعني اليوم السيد سلام هو لجميع مراكز الموهبه لجميع الرياضات وليس فقط كره. هو احنا هسه احنا اختصاصنا كره قدم، بس استاذ سلام اختصاص على كل الالعاب، هذا فشي يشكر. بالنسبة للمراكز، ما راح أنا برأيي هذا ما راح تنهض بنهضة عالية جدا إذا ما كان بطولات، يعني مثلا إذا بالأثقال وإذا بالسلة وإذا بكرة القدم وإذا بالملاكمة، إذا ما صير بطولة مثلا عن محلية مثلا بواسط، بطولة محلية مثلا الأندية، مو بس المركز من يسوي بوحدة البطولة ما راح تظهر مواهب، راح تظهر لو واحد اثنين بس، لكن اذا شاركوا كل الانديه بالمحافظات هي تصير بطوله الجمهوريه ترجع لا من جديد. هي انت راح تسوي اول شيء هسه مثل مركز المحافظه مع الواسط يسوي للمحافظه كل منافسه كل داخل المحافظه داخل المحافظه الاقضيه والنواحي يطلع من عندهم فريق منتخب كل محافظه راح يطلع من عندهم هو هذا اللي راح يصير هو هذا لازم هذا اللي يصير ويصير بطوله الجمهوريه. وبالنسبه لكره القدم راح يصير لازم انت تفضلت قلت استاذ شامل كامل قال الدوري عام الزامي وعام هذا جيد هاي راح تظهر لك مواهب. حتى مقدمين لجنه المسابقات جوائز صاحب المركز الاول 25 مليون
ثاني 15 مليون. هي صحيح شوف اني يعني مو من هي صح الجوائز مريده، بس اني اشوف هذا راح تخلي بيها التزوير. ماكو جوائز، الغي الجوائز بعدين الفريق خلين حال الفريق المثالي شرطين حول دعم هذا الفرق الشرط، اما ثلاث نقاط تروح للفريق صاحب المركز الاول تنضاف الى الفريق بالدوري الممتاز، اما 25 مليون بصراحه انا مع ال 25 مليون. ليش؟ لان ثلاث نقاط مثلا الزوراء هو متصدر فارق كبير، يعني ما يحتاج لثلاث نقاط، او الشرطه او القوى الجويه او الاربيل، فممكن هاي تدعم فرق النادي الميزانيه، وممكن تخليها انه تفكر اكثر بدعم فئات العمريه. كابتن حامد هو هذا صحيح يعني، بس احنا شلون الكابتن قال اذا اصير بيها جوائز او راح تحث المدربين خاصه ضعيفين النفوس هذول يفكر بالتزوير. احنا هذا ما نريده، احنا اهم شيء افه التزوير نحاربها هاي، لان هاي دمار كره القدم هي. صحيح، لان عندنا لاعب لا قاعد يطول مثلا، هسه انت شفت خوب يعني عندنا لاعبين تشوفوا عمره، يعني عمره هو لعب بالمنتخب الوطني هو نهايه ال 25 او 26. مع العلم هو انت بالحقيقه لازم تكون انت كابتن احمد راضي رحمه الله عليه لعب عمره 18 سنه منتخب وطني، ايش قد عمر؟ الشباب 16 سنه، ايش قد عمر؟ اي كريستيانو لحد هسه يلعب، وشوف زملائنا وين صاروا؟ زملائنا لعبوا ضد كريستيانو، شوف كريستيانو وين شو. فاحنا نريد شو نريد؟ نريد هاي نحارب هاي المساله، احنا ما نفكر بالنتائج، ما نريد النتائج، الفئات العمريه ترى لازم ما يفكر بالنتائج، بس اكو يكون احتكاك. كون كل الفئات العمريه مو بس الشباب، الناشئين للاشبال يعطون الدعم للفرق المثاليه اللي ما بيها تزوير واللي بيها مستوى. الفريق اللي مبين عليه تزوير هو ليش واحد المفروض يخلون الناس المتمرسين بالفئات العمريه مشرفين كشافين على هاي الفرق، من تباوع تعرف انه هذا الفريق مزور وفريق هذا مزور. حسيتهم بالنفط اكو دعم مالي بصراحه؟ اي النفط الفئات العمريه، النفط قبل يعني انا ما قبل هسه استاذ، حتى نكون صريحين، حتى اذا ما يدعمون نقول لهم يابا انتم ما تدعمون، لا ادعموا فريق النفط. النفط من كانت اكو فلوس تجي يعطي مخصصات للاشبال للناشئين، والله هسه هاي من جائحه كورونا ما اعرف يعني مدى تعرف مدى نروح للنادي ولهذا حتى نعرف، بس هم يعني قبل هاي الازمه كانوا يعطون للشباب وللناشئين يعطون مخصصات، بس قبل كانت اكثر مثلا وياها سياره تروح تودي اللاعبين وتجيبهم. كابتن حامد جانب التطوير المدربين الفئات العمريه، هل لديكم دورات لتطوير يعني عملكم، تطوير البرامج العلميه، مواكبه التطور الحاصل في العالم في هذا الجانب؟ هذا ضروري، هذا لازم. احنا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اتكلم عن نفسي، يعني الحمد لله اخذت شهاده سي الاسيويه والبي اخذتها، وهسه علي منتظرين، يعني صارت هاي المساله صار تاخير، يعني ان شاء الله علي. فهاي لازم المدرب لازم يطور نفسه، لانه دائما هذا كره القدم يعني علم دائما مستمر، دائما بيتطور، دائما لازم واحد يواكب، خاصه الفئات العمريه. يعني الكابتن يدري الفئات العمريه صعب العمل وياها، لازم تكون وخاصه ضروري. لذلك اغلب المدربين يتجهون الى فرق الدوري الدرجه الاولى الممتاز، من يعتزل ما يتجه للفئات العمريه. صحيح، مو ما بيه دعم بالنسبه للفئات العمريه، احنا ما عندنا بس فيها اكتشاف. اليوم انا من اقول عصام الشيخ، عصام الشيخ طلع اسماء كبيره بالكره العراقيه، حدث ولا حرج، فيذكرون عصام الشيخ، من اذكر حامد قاسم هسه يطلع له خمس لاعبين سته، راح ينذكر تاريخ. وشنو الفائده من التاريخ؟ شنو الفائده من التاريخ؟ انا عصام الشيخ ما فد يوم الاتحاد كره القدم، لا السابق ولا الحالي ولا كل الاتحادات المرة، ما فد يوم تفضلوا على عصام الشيخ قالوا له يابا تعال اقعد هاي لك مكان تتفضل بها. بطولة تصير دعوا كل العالم، ما دعوا الكشافين اللي هذا عمرنا كليته بالاتحاد ونشتغل. انا برخصة الكابتن، انا بالنسبة لي انا هسه كانما بدايتي، يعني انا من اشوف الكابتن ايش قد تعب بالفئات العمرية واشوفه ايش قاعد يعاني، فشلون يصير لي رغبة بان ابقى بالفئات العمرية؟ هذا السبب العله بالاكبر. طيب اروح الى استاذ سلام في هذه الدقيقه الاخيره. استاذ سلام، ما هي الرساله، رسالتكم انتم كمدير لمراكز الموهبه الى المعنيين الى القائمين لتطوير الرياضه، وايضا الى محافظ واسط ليس فقط الى الحكومه المركزيه او وزير الشباب والرياضه؟
والله كلمتي الأخيرة هي كما بديت، أنه يجب أن نهتم بالفئات العمرية وخصوصا البراعم لكي نؤسس لرياضة عراقية في كرة القدم وفي الأثقال وفي السلة واليد. إن كنا نبحث عن وسام أولمبي، يعني إحنا مع الأسف حصلنا على وسام ستينيات القرن المنصرم وما عندنا غيره وهو وسام يعني برونزي، وهذه قضية يعني معيبة. فيجب على الحكومات المحلية ليس فقط في محافظة واسط، ما أقول يجب لأنه إحنا أخوة، يعني باعتباره مسؤول أن ينظر للكل ويدعمون دوري الفئات العمرية، وحتى إذا فقط على مستوى المحافظة، على مستوى المدارس، على مستوى الأندية، وزارة شكراً الشباب. شكراً أستاذ سلام، تحياتنا. خلنا نروح للتغريدات. شباب اعطونا التغريدات، التغريدات في هذا الموضوع. السؤال: المواهب الكروية في العراق من يستطيع صقلها؟ سؤال اللي طرحناه في برنامج ملعب العراقية وصفحة ملعب العراق. هنشوف ماذا قالوا. أرسلان عبد الله: على الاتحادات الفرعية في المحافظات تشكيل لجان ومدربين لا يميلون لأي ضغوط، يكون همهم الوحيد استقطاب المواهب بكافة فئاتهم العمرية بدون الواسطات والمجاملات. ومن ما خلونا حتى نكمل الرسالة شو. أبو سلوان الشمري: نملك جميع الخامات ونحتاج عقل غربي للتخطيط والتنفيذ. هذا رأي أبو سلوان. اللي بعده شباب. علي الكفاء: المشكلة مو بصقل الموهبة، المشكلة من يصعد اللي عنده موهبة. ما أعرف هاي شنو الكلمة. كله مزاجيات وأمور لا أخلاقية وعناد واسطات، والموهبة تنصقل من خلال الاحتكاك بالأكاديميات العالمية وعلى المستوى المحلي اللي يبحث عن مدرب. هذا رأي علي الكفائي. محمد الجوذري: قبل صقل اللاعب الصغير، من يصقل المدرب المحلي العراقي؟ إذا بقت الكرة العراقية بيد المدرب المحلي، انسى شوف لاعب موهوب متكامل. لا، هاي ظلم. عندنا مدربين رائعين ومدربين مهمين. رافد حبيب: لا أتوقع وجود أحد، علما أن في كل محافظة يوجد 50 مدرب يحمل شهادة تدريب آسيوية فئة مكاتب الفئة. أتوقع يجب فتح أكاديميات بخبرات أجنبية تعمل على تطوير المواهب. بعد عندنا تغريدات. حسام البياتي: لو كانت الأيادي والقلوب والعقول نظيفة لكان العراق من أفضل الدول الآسيوية بكرة القدم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا البلد نعمة المواهب التي قلها نجدها في البلدان الأخرى. لكن نقول مع الأسف الشديد المحسوبية والمنسوبية دمرت الحركة الرياضية فيها. هذا الختام، وشكرا جزيلا أستاذ عصام الشيخ، مكتشف النجوم والمدرب الفني لفريق نادي النفط للفئات العمرية. شكرا لحضورك أستاذ عصام. أشكرك وأشكر القناة العراقية وأشكر حامد وأشكر كل جمهور العراقية. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا كابتن حامد قاسم، مدرب فريق نادي الجيش للشباب. شكرا جزيلا. شكرا لك على الاستضافة، وإن شاء الله الحمد لله كنا موفقين إن شاء الله. شكرا أيضا لسلام حسين، مدير مراكز الموهبة الرياضية في محافظة واسط. موضوع الفئات العمرية سيبقى مفتوحا، وهذا الملف سيبقى مفتوحا لأهميته القصوى. ألقاكم على خير. قحطان المالكي، في أمان الله.